يتابعوا فينا الناس كل إن شاء الله كما الناس كل تعرف عندي ألبوم حاضر قاعد كل شهر نعمل ليه في كليب وخرت شوية ما نكذبش عليك على خاطر عندي شوية عندي مشكلة في الباج تاعي وعندي مشكلة في شان يوتيوب نتوا احنا واحدين فيها ان شاء الله على قريب تتفضل مشكلتها مبلوكين لي البيبيستير نتاع الشان نتاع الباج ومتواجدين عبطنا اغنية في عيد الحب ان شاء الله تعجبكم كما عجبت برشا ناس الحمد لله ربي اغنية حلوة والكليب مزيان مات والحان حسين برمضان كالعادة مخرج الكليب إبراهيم لانتر بويز الحي بالمناسبة وقدموا في حاجة وإيماج وموزيكا باين ان شاء الله تعجب الناس نحاول نقدموا في الحاجة اللي نعملوا فيها أنا إنسان مغروم موزيكا هي المولد رزق الوحيد هي غرامي هي الحاجة اللي نقدم بينا ونقدموا بها إن شاء الله قاعدين نحاولوا نشوفوا كيفاش ندخل نقرأ حاجة تقدم بينا في تونس ماسترينج وميكساج وتقدم بي انا بليتو معناتها ماسترينج ميكساج دي جيينج الفكرة موجودة وقاعدين نحركوا عليها وان شاء الله نحضر باش ندخل فيها ان شاء الله كما قلت لك انا عملت سجلت الالبوم نتاع 2020 معناتها كامل وبحكم الكورونا وبحكم الظروف ما نجمش نفتوه زيد تو متعطل شوية في الشان والباج ان شاء الله ربي سهل اسبابها انا توي دخلت نسجل في الالبوم الثاني نتاع 2021 كلاسيك معناتها في اللمسات الاخيره وبرشا موزيكا وحايرين ان شاء الله ربي يبعد علينا الوباء وتوفى المحنه هذيا باش الواحد يهبط موزيكا ويشيخ العباد ان شاء الله السنه عام السنه ان شاء الله نشيخوا برشا موزيكا ان شاء الله وفرح الناس اللي تتبع فيها والله كيما عملت الناس الكل معناتها نقول لك حاجه معناتها صار برشا ظروف خايبة الواحد معناتها بيع مل عندي ملاك بعتها باش نجم يسير بيرض مثلا بعتها باش نجم ناخد الكهرباء ونجم نتحرك ونجم معناتها زيد عندي انا ما نكذبش عليك انا تو صافي معناتها سيتون انا نخدم معناتها من غير راحة معناتها نخدم ونستحفظ وفهمت حتى معناتها نخدم ونستحفظ بين ربي معناتها كي جات البريود هذيا معناتها واقفة الواحد لقى فهمت شاركت وعاونت صحابي باللي نقدر وعاونت صحابي زادا حتى ماديا ومعنويا ما عنديش مشكلة هذيا الحكاية هذيا راني أنا مع الفن والفنانين ومع مشاكلهم ومع معناتها بالعكس هذيا حاجة مني وفيا فهمت نعيش معاهم أنا نعيش نفس الظروف ديجا أنا قلت لك أنا بعد رزقي باش نجم نتحرك وباش نجم نعيش وباش فهمتني دونك انا تحركت ومشيت زاد وقفت احتجاجيه ومشيت للمندوبيه نتاع سفيقس ونشكر نقيب الفنانين سفيقس اللي هو اخونا مراد زكري معناتها انا ضد الحكايه هذيا بالعكس انا نتمنى لهم الزوز وجهه يعملوا وجهه باهيه ينورونا معناتها بالعكس احنا الا الشهاده مدينا انا ما نشتش في حاجه مانيش حاضر عليها ما نكذبش عليك انا وقتها في الله اعلم وين معناتها ما نحبش ندخل في الامور هذيا مي الزوز فنانين ما شاء الله عليهم ونحبهم ولاد بلاد ونتمنى لهم النجاح وان شاء الله بالعكس احنا هذيا المنافسة الباهية النظيفة هذه تقدم بالموسيقى نتاعنا وترجعنا في الطرح وترجعنا في المشهد العام في الفن الشعبي فهمت ان شاء الله نقدم نرتقي ونقدموا ببعضنا فهمتي ولا زوز باهيين زوز فنانين ممتازين ان شاء الله يطويوا الصفحات هذه وما يحكيوش فيهم برشا لا مانيش نسوي جوزي حتى نحب ننسى فما واحد ما يحبش ننسى ما تحبش ننسى انت ما معناتها كأي رجال معناتها كأي إنسان
مرا ملكة الكون راه معناتها الله جميل ويحب الجمال واحنا نحب الجمال ونحب والله نقدم تحية للناس كل خويا أشرف سيسي الموزع الممتاز صديقي الباي إبراهيم الدربوز المخرج الباي الكيب اللي قاعدين نخدموا معهم والله قاعد نتفاوض زادة مع زوج شركات كيفاش ننضم لهم معناتها في حكاية هذه المنصات الموسيقية دي إن شاء الله تابعونا على سيليبريتاس باجة دي المعنية بالفنانين إن شاء الله نقدموا حاجة ممتازة وما يقدمونا الإضافة وتابعونا على سيليبريتاس